إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. هدايات الآية 77 من سورة القصص. سورة القصص ورد في هذه الآية الكريمة، الآية 77، هدايات. هذه الهدايات نحن معاشر الناس في أمس الحاجة إليها، لأنها تضبط حركتنا في هذه الحياة، لأنها تبصرنا بالحياة الهادئة الهادية الهادفة، لأنها تأخذ بأيدينا وبعقولنا وبقلوبنا إلى طريق الحق. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة هي الهداية الأولى التي ترشدنا إليها هذه الآية. لما؟ لأن الحياة الأبدية مقدمة على الحياة الدنيوية الزائلة، فالدنيا هي حياة قصيرة ولو طالت هي أقصر من أن نقصرها، ولكن الحياة الأبدية حياة الخلود، تكون في دار القرار، هذا الذي ينسجم مع قوله تعالى في سورة الملك في الآية الثانية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بدأ الله عز وجل بذكر الموت قبل الحياة لننتبه ونتذكر فلا ننسى مصيرنا المحتوم، فنهيئ الزاد الذي ينفعنا في رحلة الخلود. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، على المؤمن الذكي الفطن أن يعمر آخرته بالعبادات والطاعات والقربات والباقيات الصالحات. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ليتحقق التوازن في حياة الإنسان لابد أن نعمل لدنياه، لابد أن نحقق مقصدا كبيرا من مقاصد الدين وهو عمارة الحياة. نحن مطالبون بعمارة الدنيا، بعمارة الأرض، تنتشر هممنا في هذه الحياة، وكل ميسر لما خلق له. ومن مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض تحقيق هذه العمارة. إذن فعمارة الأرض من مقتضيات الاستخلاف في هذه الأرض. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، الهداية الأخرى، وأحسن كما أحسن الله إليك. أمر الله عز وجل بالإحسان في كل شيء. النية لابد أن تكون حسنة. متى تكون حسنة؟ حينما تكون خالصة لله. ربنا قال في سورة الأنعام الآية 162:
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك تكون النية خالصة لله وحده. وهذا من الإحسان، الإحسان في العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المشهور حديث جبريل حينما قال ما معنى الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خلاصة مركزة تبين كيف نعبد الله بالإحسان، ونحسن في عبادتنا أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا، فلا تخفى عليه خافية. ربنا قال في القرآن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن الإحسان في الطاعات، في العبادات، الإحسان في جميع مجالات الحياة، الإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين والمرضى والموتى، هم أيضا يحتاجون من يحسن إليهم. إذن فالإحسان إذا اجتهدنا في تحقيق الإحسان في حياتنا، الإحسان في المجال التجاري نحسن في التجارة، الإحسان في المجال العلمي نحسن علومنا بحوثنا نعمقها نهذبها نحسنها نرتقي في مدارج المعرفة والعلم، كل ذلك من الإحسان. إذن فالإحسان كلمة جامعة لكل خير، وهي تتحقق في كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أي عمل أن يتقنه. إتقان العمل مقصد من مقاصد الشرع. إذن تلك هداية تضاف إلى تلك الهدايات الأولى. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله أحسن إلينا قبل أن يطالبنا بالإحسان، هو أحسن إلينا أن خلقنا من العدم، أوجدنا من لا شيء من العدم، أن أعطانا من النعم التي لا نحصيها عددا، ولو سلبت منا بعض النعم فما بقي من نعم أكثر وأكبر من النعم المسلوبة. وهذا منهج شرعي، إذا سلبت منا نعمة من النعم لا ننظر إلى النعم المسلوبة، ولكن ننظر إلى النعم الباقية التي لا نحصيها عددا، لقوله تعالى في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو المنعم جل جلاله. أحسن الله إلينا بأن بعث أرسل النبيين والمرسلين، بأن ختم كوكبة النبيين والمرسلين بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، بأن أنزل معه القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بأن أعطانا من الصحة ومن النعم التي لا نحصيها عددا. نسأل الله أن نكون من الشاكرين، وقد قال ربنا عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم، وقال أيضا وسيجزي الله الشاكرين. ثم تأتي الهداية الأخيرة، وهي هداية مهمة في هذه الآية المباركة، الآية 77 من سورة القصص. ولا تبغي الفساد في الأرض، الفساد جاء بأل، وأل تفيد اللغة ألف ولام في بداية اللفظة، تفيد الاستغراق والشمول. ربنا نهانا عن جميع أنواع الفساد، الإفساد في العقول وفي الأفكار وفي القلوب وفي القيم والأخلاق وفي العمارات وفي البيئة، والعدوان على حقوق الإنسان وسلب الحقوق والتعدي على الناس، وكل ذلك فساد. فساد ربنا نهانا عن جميع أنواع الفساد، ولا تبغي الفساد في الأرض. ثم قال إن الله لا يحب المفسدين. من أراد أن ينال محبة الله وتلك مكانة سامقة عالية
تحتاج إلى جهد واجتهاد، فعليه أن يهتدي بهذه الهدايات الواردة في هذه الآية رقم 77 من سورة القصص. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم وفق شبابنا وأولادنا إلى ما تحب وترضاه. اللهم وفق الناجحين إلى شكرك واجعله من الشاكرين، ووفق المؤجلين إلى النجاح في العام القادم إن شاء الله في شهاداتهم. أسأل الله لهم التوفيق والنجاح، اللهم زدهم نجاحا وتوفيقا. اللهم ارعاهم جميعا بحسن رعايتك، اللهم احفظهم جميعا بحفظك الجميل. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. استووا استقيموا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.